بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اليوم ودي أجرب طريقة لقيتها بالإنترنت عن طريقة تعديل الخشب المايل بالشمس والمطر وكذا، يتمايل الخشب ينفت عن وضعه. يعني بعض الخشب يكون غالي زي المقنو مثلا أو زي الزان أو السنديان وكذا، يصير غالي ولا وده الواحد يعني أنه يروح عليه خسارة. ما ادري، فكرت اني بتعديل هالخشبة زي ما تلاحظون هنا، ما من فتل، ابي اشوف شلون اعدله. طبعا طريقتنا بالبخار. طيب، على طريقة اهل الطبخ زي ما يقولون المقادير المطلوبة: الخشبة طبعا، وقدر ماء، والدافور هذا، وهذولي علشان نطبخ عليهم ونشوف. طبعا الملازم، طبعا نبي نغطي عشان نكتموز زي سالفة الكبو، نبي نغطيه بلاستيك. المفروض انه يكون بلاستيك اسمك من كذا، لكن الشكل والله احنا ما عندنا الا اكياس، الله يسلمكم، الزبالة. ونبي نغطيه بهذول ونشوف ان شاء الله. بالمرحلة هذه طبعا انا استهدف تقريبا المنطقة هذه، وبكذا رفعته، خليته الميلان من هناك من تحت، ورفعته مع الجهة هذه علشان البخار يبدا يصعد فوق. نبي مغطية كذا، بس انه يكمل لنا طريقة التبخير ويكتم طريق يكتم التبخير. هو المفروض انه طريقة غير كذا، المفروض انه يحط بمساقي زي المساقي الصغيرة تفرش بالخشبة، لكن انا يعني الامكانيات اللي عندي بهالحدود. حطيت الكاس هذه، لو حطيت القز هالحين، لو حطيت الماء هالحين قاعد يطبخ تحت، ممكن انه ياكل عليه البلاستيك، لكن قلت احميه اول وبعدين ادخل عاد القز والقدر تحته. لو كلاه يا مر اقل ما بقى متبخر شوي وجاهز الماء، يعني على طول يبدا يبخر. زي الاخشاب هذه الواحد مثلا ما يعني فلوسه على قده، فبدل ما يروح يشتري شيء جيد وكذا وسعره غالي، يروح لنفس المحلات زي المهيدبة وكذا، المستودعات حقين الخشب، ويلقى عندها متوالف، شيء من شطح النص، شيء ملتوية من فتلة زي هذه مثلا، ويلقاه برخص بسعر أرخص. يعني يبي يلقى صعوبة بالتعديل هذا إذا كان يبي تعديل، أو ممكن حاجات خفيفة بس يقص منها قص شيء ما هو كثير، وتطلع له خشبة حلوة وبسعر حليل. هالحين ما بدا يطبخ، طبعا ما اقدر ادخله برضو بهالمرحله، ما اقدر ادخله لما يطبخ مره. وانت قادر تدخله اذا كان البلاستيك اللي عندك قوي يتحمل الحراره، لكن حمارك العرج ولا جمل ولد عمك. نبي نشوف، هي تجربه ونشوف. هذا المطبخ الحين طفي عليه، نوخره شوي. هو الهدف بس انه يكون القز شغال لكنه قصير ولا ما يطبخ. الحين نقصر عليه لآخر شيء بحيث انه يستمر التبخير والنار ما تاكل علينا البلاستيك. نحاول اقول هالحين دفنا المندي ونشوف، بعد شوي نتركه فترة شوي ونحرص انه تكون تكمل جميع الجوانب عشان ما يعني تسكير نسبي عشان ما يطلع البخار، ونضمن البخار كله راح للخشبة. نرجع لكم بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، يمكن نص ساعة ما ندري. طبعا تقريبا هذا الشكل بعد التبخير، وأكون جاد ما أنا راجي شيء كبير، لكن هي تجربة ونشوف. واللي يهم من المنطقة هذه لأن هي المستهدفة بالتعديل، فلو مشت معنا شوي. ما عندي ملازم كبار، لكن نشوف إن شاء الله وش يطلع معنا. هو المفروض إنه أكثر ملازم، أكثر وأقوى من كذا، بس عادي.
نجحت في مريم دينا نشري. ولو نجحت معنا على شكل مراحل، يعني المرحلة هذه تنعفج شوي وطبخة ثانية وبرضو تزيد، يعني كذا نقول هذا إنجاز. هذا صغير والصغير عفن ما هو شيء، لكن خليه يساعد شوي. هذا يساعد بس بالتثبيت، ما هو يساعدنا بتثبيت الجنب اللي هنا عشان ما ينقلب العوج من هنا لهنا، يصير ما استفدنا شيء. هي تقريبا هالحين بالنسبة عدل شغلنا، هذا الشغل النهائي، نبي نخليه يعني من ساعة إلى ساعتين ونشوف، نرجع عقبه نشوف وش احنا نجحنا ما نجحنا، في نجاح نسبي ما هو نسبي، نشوف والله يسر. بسم الله. هذه الخشبة تركتها تقريبا ساعتين أو 3 ساعات بعد الماء، لكن ما في تغير يعني ظاهر، لكن فيه شيء قليل ما يستاهل حتى الواحد يتكلم به، بمعنى أنه شغلة اللي مش وين يعتبر فشل، لكن تغيره البسيط هذا يقول أنه إن شاء الله في أمل. اولا مدة التبخير يعني ما هي شيء، قليلة مرة قليلة. الشيء الثاني الكتم، ما كتمته صح ولا خليت خشبة شر. بعدين الملازم عندي قليلة وصغيرة، ما هي شيء يعني ممكن تنكسر لو شديت عليها. والارض اللي هي عالية او الارضية اللي شديت عليها برضو خشبة لا بأس قوية وكذا، لكن يعني ما هي معتدلة لك الدرجة وزحفت معي، بدل ما تثبت على السحب وتسحب هي الخشبة معه، انسحبت هي نفسها، انسحبت مع الخشبة اللي فوق. فأقول يعني لو توفرت المعدات وتوفر الشغل المناسب، أقول العملية إن شاء الله هنا ناجحة. لو تلاحظون أن الخشب أصلا اللي فتلو عوامل جوية، شمس وهواء ورطوبة هي اللي أدت به أنه يلتف. فنفس الطريقة نلفه برضو على اتجاه ثاني، بس التبخير انه يسرع بالعملية، يعني بدال شهور تصير ايام، وبحسب حرارة الماء والتبخير و ممكن تكون الايام ساعات. ولو لاحظتوا الخيزران وشلون يلفونه، ينقعونه بماء فترة معينة وبماء حار وتبخير وكذا، وبعدها يلفونه على الشكل اللي هم يبون. وعلى كل حال اقول ممكن انك تحكم بالخشب على زي ما تبي وبالاتجاهات اللي تبي، بس شوي شوي مع ساعة صدر. هذا للفائدة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.